بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد الدرس اللي بعده اسمه ايه؟ متوازي الاضلاع وحالاته الخاصه. خدنا البرهان الاستدلالي وخدنا المضلع وخدنا المضلع المنتظم، والنهارده حلقه متوازي الاضلاع. ومتوازي الاضلاع اسم مش غريب علينا، خدته في سنه رابعه وفي سنه خمسه وفي سنه سته. طب ليه سموه متوازي الاضلاع يا حماده؟ لان كل ضلعين متقابلين متوازيين، العلامه دي نفس دي، يبقى ألف ب بيوازي د ج، والعلامة دي نفس العلامة دي، يبقى ألف د بيوازي ب ج، فوق بيوازي تحت، ويمين بيوازي شمال، يبقى تعريفه هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين. ومش بس كده، ومتساويين في الطول، يعني لو ده بخمسة يبقى ده بخمسة، ده 7 سم يبقى ده 7 سم، يبقى كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. طب خواص متوازي الأضلاع قديمة، خدناهم كلهم في سنة ستة. كان مستر حامد يقول لك واحدة خاصة بالأضلاع، واحدة خاصة بالزوايا، واحدة خاصة بالقطرين ومجموع القياس. الزاوية دي قبال دي يبقى قدها، الزاوية دي قبال دي يبقى قدها، يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. طب بالنسبة للأضلاع قلناها كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. طب بالنسبة للقطرين ينصف كل منهما الآخر، يعني إيه؟ قسموا بعض بحق الله، الحتة دي تبقى قد دي والمكان ده يبقى قد المكان ده، ولكنهم مش قد بعض. خلي بالك، ده طويل ده قصير، يبقى هم كقطرين مش قد بعض، ولكن الميزة قسموا بعض بحق الله، دي قد دي ودي قد دي. طب في قاعدة كمان، مجموع قياس أي زاويتين متتاليين 180 درجة. مش فاهم، مش دي ألف؟ آه. مش دي ب؟ آه. مش دول ورا بعض؟ آه. يبقى دي ودي 180، ودي ودي 180، وجيم ودال 180، ودال وألف 180، لكن ب ودال مش 180، ده قد بعض. دي 100 يبقى دي 100، دي 70 يبقى دي 70، دي 80 يبقى دي 80، يبقى اللي قصاد بعض قد بعض، لكن اللي جنب بعض ب 180. امال الشكل ده اسمه ايه يا جماعه؟ الشكل اللي قدامي ده اسمه شبه منحرف. طب بنعرفه ازاي؟ اتنين بيوازوا بعض واتنين ما بيوازوش. طب مين اللي قال لك يا مستر ان ده وده مش متوازيين؟ اقول له لو ده طويل كده وده طويل كده هيتقابلوا في نقطه واحده، مفيش ضلعين متوازيين بيتقابلوا. بص لده وده، مشي ده كده ومشي ده، زي سطور الكراسة عمرهم ما يقابلوا بعض. يبقى الشكل الرباعي اللي اسمه شبه منحرف صفاته ايه؟ مستر حامد يقول اتنين بيوازوا بعض واتنين ما بيوازوا شيء. طب تعريفه هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان، وده الفرق بين ده وده. المتوازي ده وده بيوازم، ده وده بيوازم. الشبه المنحرف ده وده بيوازم، ده وده ما بيوازوش. الله، ناخد التمرين ده. قدامي دي رسمه مين يا جماعه؟ رسمه متوازي اضلاع، اوكي. وعندي بعض البيانات. اول سؤال، هات طول الف دال، ادي الالف وادي الدال، اجيبه منين؟ من اللي قصاده. اللي قصاده خمسه يبقى ده خمسه. طب طول الف ب، ادي الف وادي ب، من اللي قصاده. اللي قصاده سبعه يبقى ده سبعه. طب قياس زاويه جيم، جيم اهي، البلكونه اللي قصادها 110، يبقى الجيم 110 درجه. طب قياس زاويه الدال، دال اهي فاضيه، البلكونه اللي قصادها فاضيه. الله، طب اعرف منين يا مستر؟ دي فاضي ودي فاضي، اعرف من جارتها. دي 110، يبقى ازاي نجيب جارتها؟ لسه من شويه قايلين كل اتنين جيران مجموعهم 180. طب دي خدت 110، يبقى نجيب دال ازاي؟ 180 نقص ال 110 يبقى يطلع دال 70 درجه. طب ازاي نجيب محيط متوازي الاضلاع؟ محيط اي شكل مجموع اطوال اضلاعه، زي محيط المستطيل، مش في واحد بسبعه؟ اه. واحد بخمسه؟ اه. نجمعهم ونضرب في 2، 7 زائد 5 12، اضربها في 2 ب 24 سنتي. وممكن كنت اقعد اقول 7 زائد 5 زائد 7 زائد 5 هيطلع 24. كل الطرق تؤدي للحل الصحيح. تمرين تاني اصعب سنه، اهو زي ما انتم شايفين. تعالى، كنت انا في سنه 6 بقول لك حاجه ظريفه قوي، كان لما يجي السؤال ده في سنه 6 ما كنتش اقول لك جاوب على الاسئله،
امال كنت اقول لك اعمل ايه؟ كنت اقول لك ادهن المساله اللي فاكر. ازاي يعني؟ مش دي 8؟ اقوم كاتب هنا 8 قبل ما احل. مش دي 6؟ اقوم كاتب 6. مش الزاويه دي 110؟ يبقى البلكونه دي كلها هي كمان 110. مش الحته من د لميم كاتب 4؟ يبقى جارتها 4. مش الحته من ج لميم كاتب 2؟ يبقى دي 2. مش الزاويه الصغننه دي 30؟ يبقى اللي عكسها 30. كده المستر حامد عمل ايه؟ دهن الرسمه بالفرشه والبويه. فاضل حاجه مش موجوده. المكان ده يا مستر فاضي، والمكان ده يا مستر فاضي. كنا نجيبها ازاي؟ نقول الزاويه دي والزاويه دي جيران، نجمع دي زائد دي ونطرح من 180. 30 و110 140. طب اطرح من 180 يبقى دي 40 درجه، ودي جارتها عكسها 40 درجه. كده الرسمه بقت ايه؟ فول اوف، مدهونه كلها، ولا مكان خالي. يا ودي يا غالي نعمل ايه بقى؟ نحط رجل على رجل ونجاوب، والمساله كده بقت بيضه مقشره. حل على طول. طول الف دال، الف دال اهو ما كانش مكتوب، لقينا 6 يبقى 6. الف ميم، من الف لميم لقيت عليها 2 يبقى 2 سنتي. ب ميم، فين ب؟ دور معايا، دور معايا فين ب؟ ادي ب، ادي ب. ب ميم لقيت عليها 4 بالاحمر اهي، لاني دهنا الرسمه. هات محيط المثلث، محيط اي مثلث مجموع اطوال اضلاعه، بس لازم اعرف هو انهي مثلث. الف ميم ب، ادي الف، ادي ميم، ادي ب. اللي مستر حامد بي ايه بيظلله ده اهو، اللي انا بظلله. له كم ضلع؟ 3. 1 2 3. لقيت الارقام جاهزه، بيضه مقشره. 1 ب2، 1 ب4، 1 ب8، يبقى 14 سنتي. قياس زاوية ألف دال ب، الله ده 3 حروف، لازم أجيب قلمين. ألف دال ب اللي شبه التمانية، تلاقي جواها كام؟ 40، يبقى تكتب 40 درجة على طول. قياس زاوية دال البلكونة كلها، مستر الحق، ده دال حتتين، 30 و40. أقول له سهلة، يبقى نجمع 30 و40 والإجابة 70 درجة. طب اجمع لي ب وجيم، ب فين هي ب؟ أهي كام؟ 70. وفين جيم؟ 110. طب من غير مجمع دي ودي ورا بعض يبقى 180 درجة. ليه؟ لأن زاويتين متتاليتين في متوازي الأضلاع مجموع قياسهم 180 درجة. شفتوا سهل إزاي؟ تعالى نروح للحالة اللي بعدها. مين؟ متوازي الأضلاع وأولاده، متوازي الأضلاع وحالاته. متوازي الأضلاع له 3 أولاد، مين هم؟ المستطيل والمربع والمعين. طب ليه يا مستر قالوا عليه كده؟ لأنه أخدوا نفس صفاته، يعني كل الصفات اللي عند متوازي الأضلاع الأربعة اللي أنت قلتهم عند المستطيل والمعين والمربع. أيوة، مش بس كده، كل ولد تميز بصفات خاصة بيه. يقول لباباه اللي هو متوازي الأضلاع أنا عندي كذا وأنت لأ. المستطيل يقول للمتوازي إيه؟ أنا إحدى زواياي قائمة. يجي ولد يقول إحدى؟ ده المستطيل كل زوايا قائمة. أقول له تمام، الأربعة قوائم، مش معترضين، ولكن الصياغة الرياضية تتقال كده، إحدى زوايا قائمة. يبقى نتفق اتفاق، لو قال لك متوازي أضلاع إحدى زوايا قائمة تكتب مين؟ المستطيل. طب ما المربع إحدى زوايا قائمة. لا، ما تكتبش المربع غلط. ليه؟ لأن المربع قليط قوي. يعني إيه؟ لازم أقول إحدى زوايا قائمة وأضلاعه متساوية في الطول، ساعتها تقول مربع. لكن لو قال إحدى زوايا قائمة بس يبقى المستطيل بس. طب إيه الصفة اللي عند المستطيل مش عند باباه؟ القطرين بتوعه متساويين في الطول، إنما المتوازي واحد طويل واحد قصير. نيجي للأخ التاني المربع، صفتيه إحدى زوايا قائمة، أوكي. طب بالنسبة للمعين أهو، الصفة اللي عند المعين قطرا متعامدان، وخلي بالك أضلاع المعين مالها متساوية في الطول، والقطرين متعامدين، بس قطر قصير وقطر طويل، بيفكرنا بالطيارة الورق، فاكرين؟ قطرا متعامدان وأضلاعه متساوية في الطول. طب المربع قطرينه متساويين في الطول، المربع متعامدين ومتساويين. طب المستطيل أخو المربع، امتى المستطيل يبقى مربع؟ لو القطرين بتوعه تعامدوا وعملوا زائد. امال القطرين المستطيل مالهم؟ مايلين غير متعامدين.
فالمستطيل ده لو اتضغط كده وكده وبقوا دول متعامدين يبقى مربع، أو أضلعه بقت متساوية في الطول. دي العلاقة بين الإخوات الثلاثة مع والدهم متوازي الأضلاع. دي الحالات الخاصة المتوازي الأضلاع، دي رسمة مين؟ مستطيل. ودي رسمة مين؟ معين. ودي رسمة مين؟ مربع. والتلاتة عندهم نفس صفات مين؟ متوازي الأضلاع. طب المستطيل هو متوازي أضلاع؟ أيوة. إيه صفته؟ إحدى زواياه قائمة. طب المربع إحدى زواياه قائمة وضلعيه المتجاوران متساويين في الطول. طب المعين أضلعه متساوية في الطول والقطران متعامدان، بس واحد طويل وواحد قصير. تعالى بقى صفاته هي، يجي السؤال أكمل، المستطيل هو ابني من أبناء مين؟ متوازي الأضلاع. طب إيه صفتيه المهمين الزيادة؟ إحدى زواياه قائمة والقطرين متساويين في الطول. طب المربع هو ابني من أبناء متوازي الأضلاع، إحدى زواياه قائمة وضلعيه المتجاوران متساويين في الطول، يعني أضلاعه قد بعض. طب لو دي بس اللي اتذكرت ما تقولش مربع أبدا، قول مستطيل. المربع قليط، لازم تقول دي وتقول دي، خليك بخيل معاه. المعين هو متوازي أضلاع، أضلاعه متساوية، يبقى تتقال إزاي؟ ضلعيه المتجاوران متساويين في الطول أو القطران متعامدا. أدي الثلاث إخوات. تعالى نمسك أخ مستطيل ونتكلم على صفاته. رسمة المستطيل قدامنا في اسمه أهي. إيه صفاته؟ كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، طبعا صفة متوازي الأضلاع بابا. كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، ده قد ده وده قد ده. القطران ينصف كل منهما الآخر، أيوة، لأن دي بتاعت متوازي الأضلاع أيضا. مجموع قياس أي زاويتين 180 متتاليين، أيوة يا بابا، دول الأربعة بتوع متوازي الأضلاع، يبقى بتوع المستطيل. طب إيه الجديد؟ الجديد الاتنين اللي قلناهم، إحدى زواياه قائمة والقطران متساويان وغير متعامدان. طب ليه غير متعامدان؟ المستطيل ممطوط، فتلاقي ده طويل وده طويل مايلين، فما فيش تعامد يا جماعة، ما فيش زاوية قايمة، مائل مائل، ما فيش تعامد. طب محيط المستطيل جايب لك كل واحد بصفاته، محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض الكلي في 2. طب مساحة المستطيل الطول في العرض، يبقى جايب لك لكل شكل سي في كامل، صفات والده وصفاته الخاصة ومحيطه ومساحته. نيجي لمين؟ لتمرين عليه. الشكل اللي قدامنا ده يمثل ايه؟ مستطيل. طب مش ده 8؟ اه، يبقى ده 8. مش دي 6؟ اه، يبقى دي 6. مش الزاوية دي 37 درجة؟ اه، يبقى الزاوية دي 37 درجة. مش الحتة الصغننة من جيم لمين 5؟ اه، يبقى جارتها 5. مش القطرين أصلا متساويين في الطول؟ اه، يبقى دي كمان 5 ودي كمان 5. المستر عمل ايه؟ دهن الرسمة قبل ما يحل. طب عمه طلب كم طلب؟ ألف ب طوله، أقول له ألف ب، خلاص يا عم، ألف ب قد ده الجيم يبقى 6 سنتي. اللي يكتب البيانات طالما مستطيل واكتب البيانات يبقى بيضة مقشرة، ده الطلب الأول. الطلب الثاني، هات لي زاوية ميم جيم ب، امشي وراها، ميم جيم ب، تلاقي المستر كاتب كام؟ 37 جواها بالتبادل، لأن ده بيوازي ده، فعملوا حرف الزد أهو. تمام. طب هات لي محيط المستطيل الطول زائد العرض الكلي في 2، 8 زائد 6 واضرب في 2 يبقى 28 سنتي. يبقى المسألة دي على مين؟ على الأخ والابن الأول المستطيل. نجي للابن الثاني المربع، ودي رسمة المربع مع مين؟ نفس الأربع خواص بتوع باباهم اللي هم بتوع مين؟ متوازي الأضلاع. كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، كل ضلعين متقابلين يتساووا في الطول، القطران ينصف كل منهما الآخر، أي زاويتين متتاليين 180. دي الصفات مين؟ العامة بتوع مين؟ باباهم متوازي الأضلاع. ها، هير فازر، صح. طب الصفات الخاصة، إحدى زواياه قائمة وأضلاعه متساوية في الطول، بتتقال إزاي؟ ضلعيه المتجاوران متساويين في الطول. وكمان جايب لك المحيط وجايب لك المساحة، بسهل لك المذاكرة. محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. طب مساحة المربع طول الضلع في نفسه، صفات مين؟ المربع. تعريفه،
وابني من أبناء متوازي الأضلاع، إحدى زواياه قائمة وضلعيه المتجاوران متساويين في الطول، وعنده نفس خواص متوازي الأضلاع والمستطيل والمعين، أضلاعه الأربعة متساوية في الطول، ده قد ده قد ده قد ده، القطرين عاملين علامة زائد متعامدان، أربع زوايا قائمة هنا وهنا وهنا. مش بس كده، الزاوية دي قائمة 90، القطر قسمها بحق الله 45 45 45 في كل اتنين، نص التسعين 45، يبقى القطرين متساويين، القطرين متعامدين، القطرين ينصفوا زاوية الرأس، ما شاء الله على المربع. طب محيط المربع قانونه طول الضلع في أربعة، خدت بالكوا القطرين لهم كم صفة؟ ينصف كل منهما الآخر، متساويان متعامدان، يقسمان زاوية الرأس النصين بالتساوي 45 و45. مثال على المربع، الرسمة دي بتمثل مين؟ مربع. خلاص عرفنا ان الف ب ج ده المربع، الحته الف واو بكام؟ بخمسه، دي خمسه، اقول له يبقى جارتها خمسه، ودي كمان خمسه، ودي كمان خمسه، والزاويه دي 90. عرفت منين؟ من صفات المربع، والخط ده قد ده قد ده قد ده. طب عايز مين اول طلب؟ اول طلب عايز زاويه الف ب د، امشي وراها، الف ب د شبه السبعه، بيسال على المكان ده، اقول له بس القطرين بيقسموا الزاويه دي، مش دي 90؟ اه، يبقى نص ونص، يبقى بما ان الشكل مربع يبقى الزاويه المطلوبه 45 درجه، قسمنا 90 على الاثنين، ده الطلب الاول. طب الطلب الثاني زاويه الف واو دال، الف واو دال يا عم ده جواه زاويه قايمه، نقول له بما ان القطر الاول عمودي على القطر الثاني يبقى الزاويه اللي بتسال عليها ب90 درجه، لان القطرين مالهم؟ متعامدان، يصنعان أربع زوايا قائمة 1 2 3 4. الطلب اللي بعده عايز طول به دال، أدي به وأدي دال، الله ده من به لدال ده بيمثل إيه يا غنيم؟ القطر كله. طب مش دي خمسة؟ يبقى دي خمسة، يبقى القطر 2 في 5 يبقى به دال يطلع 10 سنتي. يبقى التمرين ده على الأخ مين؟ التاني على درس المربع. نيجي لمين؟ مسألة أخرى على المربع، بعد صفات كل واحد بجيب لك خواصه وتمارين عليه. قدامك رسمه مين؟ رسمه مربع، زوايا كلها قائمه، وده قد ده قد ده. طب الحته دي خمسه، راح مستر حامد قلم مسبوغها، خمسه 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 خمسه، ده ايه ده؟ تسخين ما قبل المباراه، دردشه قبل الحل، خمسه خمسه خمسه. طب استنى، مش الزاويه دي كلها 90؟ اه، ودي كلها 90؟ اه. طب استنى مستر حامد الحق، في ايه؟ الحته دي خدت 25، اقول له طب استنى، مش ده قطر؟ اه. القطر بيعمل ايه؟ بيقسم الزاويات 90 الى نصفين 45، يبقى دي 45. طب والمتبقي ده 45. طب الحته دي 25، يبقى دي بقى الى كام؟ 20 درجه، ده من الدردشه وبس. تاني القطر قسم الزاويه نصين، يبقى دي 45 ودي 45. طب ال 45 دي اتاخد منها 25، يبقى باقي 20. تعال نكمل بقى، ده احنا كل ده لسه ما قلناش انت عايز ايه. عايز مين؟ قال لي عايز زاويه ب د ه. طب نمشي وراها، ب د ه الزاويه الصغننه، اقول له تعالى نجيب الزاويه مين؟ ب د ه بالطرح 45 ناقص 25 يطلع 20 درجه، لان الايه؟ القطر قسم نصين بالظبط. ده الطلب الاول. الطلب الثاني قياس زاويه د ب واو، امشي وراها، د ب واو، اوبا اللي بره دي كلها، اوبا ده حتتين، ده زاويه اولى وزاويه ثانيه، اقول له استنى واحده واحده، نجيب الاولى ونجيب الثانيه ونجمعهم. طب الاولى كام؟ اقول له الاولى 45. عرفت منين؟ القطر اهو يا عم قسمها بحق الله 45 و45. طب والثانيه مش ده عمودي؟ اه عمودي، يبقى دي 90 يا جماعه، يبقى نجمع ال 90 وال 45 تبقى الاجابه 135 درجه، استفدت من التعامد. طب هات لي محيط المربع، اقول له قانونه محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، الضلع ب5، يبقى 5 في 4 تبقى الإجابة 20 سنتي. أسئلة متنوعة
على مين؟ على المربع، أحد أبناء متوازي الأضلاع. ونيجي للأخ الثالث، مين المعين؟ أدي رسمة المعين، كانت كم صفة؟ أربع صفات بتوع إيه؟ هير فازر، متوازي الأضلاع. طب إيه الصفات الخاصة بيه؟ المعين عنده إيه؟ أضلاعه متساوية، يبقى نقول ضلعيه المتجاوران متساويين في الطول، والقطران متعامدان وغير متساويين، وينصف زاوية الرأس. طب إزاي نجيب محيط المعين؟ زي المربع، شيل الأربع أضلاع قد بعض، طول الضلع في أربعة. طب مساحة المعين خدتها في سنة خمسة، نص في طول القطر الأول في طول القطر الثاني. معلومة مفيدة، ودي رسمة المعين أهو، نتكلم باستفاضة، الأربع خطوط قد بعض، تمام. القطر ده والقطر ده متعامدين وعملوا زاوية قايمة، القطرين قسموا بعض بحق الله مع إنهم مش قد بعض، يعني لو ده ب 8 يبقى 4 و4، لو ب ده ب 6 يبقى 3 و3. جميل. طب إيه كمان يا مستر؟ الزوايا قسموها بحق الله، يعني 1 قد 2، 3 قد 4، 5 قد 6، 7 قد 8، يبقى اسمهم إيه؟ القطران متعامدان وينصفان زاويتي الرأس. يعني لو دي ب 70 35 و35، طب لو دي 100 50 50، يبقى زاوية 1 قد 2 و3 و4، 1 2 3 4، دي قد دي ودي قد دي، والأربعة قد بعض، 5 قد 6 و7 قد 8، والأربعة قد بعض. يعني لو دي ب 40 يبقى 40 40 40 40 المقابلين، خدت بالك؟ والقطران متعامدان، وكل قطر بينصف زاوية الرأس، والأربع أضلاع متساوية في الطول، وتعريفه هو متوازي أضلاع، فيه ضلعان متجاوران متساويين، وعنده جميع خواص بابا متوازي الأضلاع. المعين يجي التمرين عليه، الراجل بيقول لي الرسمة اللي قدامك معين، وألف بها 4 سم، ده 4، أقول له طب استنى، يبقى 4 4 4. مستر حامد عمل إيه؟ وزع. اوكي، وزعنا. طب دي 30، يبقى دي كمان 30 بالتبادل. طب ليه تبادل؟ لان في توازي اهي. خلاص. قال لا، اول طلب بقى اوجد ب ج والف د. ب ج ضلع يبقى 4، الف د ضلع يبقى 4، لان اضلاعه متساويه. طب هات لي قياس زاويه الف م ب، الف م ب المكان ده، القطران متعامدان يبقى 90 درجه. طب دي مش باينه انها 90، دي يبقى شكلها مفتوحه شويه، خدعه الرسم. المهم ان انت تبقى عارف الصفات. طب الف ب ج، الف ب ج الزاويه انهي دي كلها؟ اقول له استنى، مش دي 30؟ اه، يبقى دي 30، يبقى الكبيره 60 درجه. طب هات محيط المعين، طول الضلع في 4، الضلع ب 4، 4 في 4 ب 16 سنتي، وكده جاوبنا على الثلاث أسئلة بتوع المعين. قال الصفات اهي متجمعة مع بعض في شريحة واحدة. مستطيل امتى يبقى زي اخوه المربع؟ كينا بقى العلاقة بين الاخوات، امتى المستطيل يبقى مربع؟ لو كان قطريه متعامدان، لان قطري ميلين، ولو كانت اضلاعه قد بعض متساوية في الطول. طب امتى المعين يبقى مربع؟ المعين مش زي المربع. طب انا عايز المعين يبقى زي اخوه، يجمد ويكبر لو احدى زواياه قائمه، يعني زوايا الاربعه قائمه يعني، والقطرين بقوا متساويين في الطول لان قطري غير متساويين. طب ينفع اقول المربع هو معين؟ اه، المربع هو معين، بس بتيجي اكمل زوايا قائمه، دي الميزه اللي عند المربع. طب ينفع اقول المربع مستطيل؟ ايوه، بس اضلاعه متساويه في الطول. يبقى مستر حامد عمل ايه؟ جاب الزاويه، الحاجه الاضافيه عندي ده وعندي ده عن اخوه. متى يصبح الشكل متوازي اضلاع؟ امتى الشكل يبقى متوازي اضلاع؟ لو توفرت فيه خواص متوازي الاضلاع الاربعه، لو طلع عندي زاويتين متقابلين وطلعوا قد بعض، لو طلع ضلعين قبال بعض وقد بعض، لو طلع القطرين ينصف كل منهما الاخر، لو طلع الزاويتين اللي ورا بعض 180 درجه عكس الجمله. بيديني تمرين، تمرين اهو قدامنا، دي رسمة مين؟ متوازي أضلاع. لا يا مستر، ده بيقول لك برهن هو شكله متوازي أضلاع بس مش بالشكل، هو بيقول لي اثبت لي ان ده متوازي واعطي لك بعض البيانات. طب امتى اثبت ان متوازي؟ لو وصلت ان ده يكون قد ده وده قد ده، الزاوية دي قد الزاوية دي، الزاوية دي قد الزاوية دي،
زاويتين ورا بعض 180، حاله من مين من الاربعه دول؟ لو لقيت الحالات دي تعال نشوف، نبص فين يا مستر، هنا ايه في المكان ده كام؟ 70. طب ما تيجي نجيب جارتها اللي جنبها، يبقى هنجيب الف ميم دال. ازاي؟ مش دي كلها زاويه مستقيمه؟ يبقى نطرح من 180، ده دي طلعت كام؟ 110. جميل. وعندك دي 30. طب ما تيجي نجيب بقى دال دي الزغننه الف دال ب. تمام، انت جبت الف ميم دال طلعت كام؟ 110. نجيب بقى الف دال ميم اللي هي المكان ده يا اولاد من قاعده المثلث، نجمع الزاويتين الحلوين ونطرح من 180 طلعت 40، ورحت جايب دي طلعت 40. هل انا اقدر كده استفيد اقول له استنى استنى الحق، مش ده 40؟ وده 40؟ ودي ودي في وضع تبادل؟ يبقى الاخ ده بيوازي الاخ ده، يبقى انا وصلت كده ان الاثنين قد بعض ب 40 درجه وهما في وضع تبادل، يبقى الف دال بيوازي ب ج، يبقى انا جبت نص الحل، ده بيوازي ده. قال لي والنص التالى عليا. قلت له ازاي؟ قال لي انا بقول لك ان ده بيوازي ده من الاول. يعني ده بيوازي ده وانا اثبتت ان ده بيوازي ده. خلاص يا سيدي خلصت المساله، يبقى الشكل متوازي اضلاع وهو المطلوب اثباته. شفت ازاي؟ تاني 70 جبت جارتها بالطرح 110، بقى دي ودي موجودين، اجمع واطرح من 180 جبت دي 40. ال 40 قد 40 وهم في وضع تبادل، يبقى ده بيوازي ده، واصلا ده بيوازي ده، يبقى الشكل متوازي اضلاع. واحده ثانيه، القسمه اللي قدامنا دي ا ب ج د ده بيشتغل ايه؟ مربع. اوكي ماشي، وعندك معلومه ان ا ج بيوازي د ايه؟ ه. فين ا ج؟ اهو المايل، وده ال ه المايل، وعايز يثبت ان الشكل ا ج ه ده المتوازي اضلاع. اقول له انت قلت له نص الحل ان ده بيوازي ده، يبقى مستر حامد فاضل له يثبت ان ده بيوازي ده، صح يا جماعه؟ لو ده بيوازي ده وده كان بيوازي ده يبقى خلاص متوازي اضلاع. طب نقدر نحلها بسهوله، نركز فين؟ في المربع. بما ان الشكل ا ب ج ده المربع، يبقى اللي فوق ده بيوازي ده، صح؟ بيوازيه. طب مش دي امتداد للي فوق؟ يبقى الالف دال هو كمان بيوازي الجيم ه. طالما الالف دال بيوازي ال ب ج جوه المربع، يبقى الالف دال بيوازي الجيم ه بره المربع، لان ده امتداده. تمام، يبقى اذا الف مين؟ الف دال يوازي جيم ه. وانت عندك الاولانيه المايله الف جيم ودال ه متوازيين، يبقى الشكل ده كله متوازي اضلاع. خلص الطلب الاولاني. الطلب الثاني عايز زاويه الف جيم ه، امشي وراها الف جيم ه، الزاويه دي كلها نجيبها ازاي؟ سهله جدا، مش جيم دال ده عمودي؟ عمودي، يبقى النص ده كده 90، اللي هي مين؟ اللي هي دي كلها، صح؟ صح. طب انا ودي كلها 90، الجنب ده ده عمودي يبقى الحته دي 90، ده عمودي يبقى دي كلها 90. طب النص 45 الحته دي، وهنا 90 الحته دي، يبقى نجمع 45 زائد 90، يبقى زاويه ا ج ه قطعتين، حتتين، حته كبيره قائمه ب 90 وحته صغيره نصها ب 45، يبقى الاجمالي 135 درجه. التمرين اللي بعده جميل جدا وموجود في الكتاب المدرسي، بيانات على الرسم زي ما انتم شايفين، وبرضه بيقول لي برهن ان الشكل ده متوازي اضلاع، يبقى لازم تدور على تبادل او تناظر او تداخل. تمام، والبيانات على الرسم دي 45 دي 70 دي 115 دي 65. مين جدع يقول لي نركز فين؟ نركز هنا وهنا. اشمعنى؟ دي الاثنين موجودين. الله، وجيران؟ جيران. طب ما تيجي نجمعهم، يلا واحده بكذا وواحده بكذا، تعالوا نجمعهم. الله الله الله، ده دال وجيم طلعوا 180، يا مامت كريم يا رب، وهما زاويتان داخلتان وفي جهه واحده من القاطع متكاملتان. يبقى الطلب الاولاني مين اللي شايلهم؟ يبقى الف دال ده يوازي به جيم، ادي اول، ادي نص الحل. يبقى اما جمعت دي ودي طلع تداخل، يبقى ده بيوازي ده، ادي نص الحل. نيجي للنص الثاني، نركز في المثلث ده، مش دي موجوده؟ ودي موجودة. يبقى نجيب التالتة بالجمع والطرح من 180، يبقى نجيب قياس زاوية ب 180 ناقص، افتح سندويتش، 70 و45 يبقى 65، يبقى دي طلعت 65. الاقي ولدي يقول لي الحق يا مستر، مش دي 65؟ والبلكونة اللي قبلها 65. يبقى معنى كده ايه؟ ان الزاويتين متقابلتين
متقابلتين، ولو جمعت ال 65 دي مع جارتها ال 115 دي ودي 180 وهما داخلتان، يبقى أ ب ده كمان بيوازي د ج ده كمان، يبقى أنت أثبتت التوازي من ناحيتين، الأفقي يوازي الأفقي والمايل يوازي المايل، يبقى إذن الشكل متوازي أضلاع. شفتوا مسألة جميلة؟ ملخص بقى للي قلناه، متوازي الأضلاع أولاده التلاتة معين مربع مستطيل. المعين إمتى يبقى حالة من حالات متوازي الأضلاع؟ لو إحدى زواياه المعين إمتى يبقى مربع؟ لو إحدى زواياه قائمة والقطرين متساويين. المربع والمستطيل إيه العلاقة بينهم؟ إن المستطيل ممكن يبقى مربع لو قطريه عمدهم وأضلاعه بقت قد بعض في الطول. طب صفات المستطيل، إحدى زواياه قائمة وقطرينه متساويين. طب صفات الإيه؟ الشكل التاني المربع، القطرين متساويين ومتعامدين وأضلاعه متساوية وزواياه قائمة. طب صفات المعين، القطرين متعامدين وأضلاعه متساوية في الطول، وأضلاعه متساوية في الطول. كده اللي صدق حلقتنا متوازي الأضلاع وحالاته الخاصة، يا رب يكون سهل وبسيط مفهوم. وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي، ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد، وشير في الخير خلي الكل يستفيد. صالح دعوتكم مستر حامد البيومي.